لأني أنا الرب لا أتغير. ملاخي 3:6. الثبات كلمة تدل على صفة الله اللي ما يتغير، ما يتغير في كينونته وما يتغير في صفاته، وكذلك ما يتغير في مبادئه اللي يعمل بها. الله دوما هو هو، وفي الواقع هذا أحد أسمائه. أنت هو الإله وحدك لكل ممالك الأرض، أنت صنعت السماوات والأرض. أشعياء 37:16. ثبات الله كان تعزية لقديسيه على مر الأجيال وموضوع تسابيحهم، فقد كتب أحدهم ترنيمة تقول: إننا نرى التغيير والفساد في كل شيء ونرجو الله أن يثبت فينا. هذه صفة ينبغي لكل أن يتمثل بها، ينبغي أن تكون ثابت وراسخ وملتزم. ترى ما تقدر أنك تمثل للأب قدام الناس إذا كنت متردد ومتقلب. بركة المسيح معكم اليوم أنكم تكونوا ثابتين في المسيح وفي الإنجيل وفي الكلمة وفي كل شيء. آمين.